مفرزة من مركز الشرطة المذكور، وقد تم عزل النزيلات السبعة في غرفة واحدة بناء على توجيه ضابط مفرزة الشرطة، وتم تزويدهن بسجائر وقداحة غازية من قبل الضابط، وانتهى يوم الجمعة على هذه الحال. صباح يوم الجمعة الموافق 4/1/2019 عادت المشردات السبع للقيام بأعمال شغب في الغرفة وفي الدار بشكل عام، وقمنا بتجميع مطافئ الحريق الموجودة في الدار وإفراغ بعض المطافئ من محتوياتها وتجميع بعض الأسرة المصنوعة من مادة الإسفنج السريع الاشتعال وغلق الباب بنفس الطريقة باستخدام الأسرة الحديدية ذات الطابقين بوضعها خلف الباب من الداخل لإحكام إغلاق الباب وعدم السماح بالدخول إليهن من قبل الحراس الموجودين بالواجب أو المراقبات، وعند محاولة فتح الباب من الحراس والقوة الإجرائية استخدمنا المطافئ لمنع تقدمهم أو تقربهم لغرض فتح الباب، وتم تقطيع الإسفنج إلى قطع صغيرة بواسطة الزجاج المكسور ومن ثم إحراقها ورميها من الشبابيك. وفي هذه الحالة فقدت المجنى عليهن السيطرة على الوضع وانتشرت النيران بشكل سريع لأن المواد قابلة وسريعة للاشتعال، فأدى ذلك إلى النتيجة التي تعرفوها، وهي مع الأسف وفاة ست ونجاة إحداهن بعد أحداث فتحة صغيرة في الباب من قبل الحراس وقوة الحماية.